مركز العمليات والإسناد في الإدارة العامة للإطفاء يعد الشريان الحقيقي للسيطرة على الحرائق وبلغات الحوادث في دولة الكويت. ففي شهر رمضان المبارك تضع الإدارة العامة للإطفاء خطة محكمة في غرفة المراقبة ومختلف مراكز الإطفاء لتتعامل مع البلاغات بأسرع وقت ممكن. وجه فقط الحريق لحريق محول، العنوان حولي شارع سلحبيل مقابل التحقيقات. أكرر، غرفة العمليات في الإدارة العامة للإطفاء خالية نحل لا تتوقف بعمل على مدار الساعة، يعمل على تلقي البلاغات بسرعة استجابة عالية. ومع شهر رمضان المبارك وضعت خطة متكاملة للتعامل مع البلاغات. تم وضع خطة بالنسبة لنا نفس كل سنة لشهر رمضان في طريقة استعدادات الآليات واستعداد خاصة غرفة العمليات في استقبال بلاغات وتوجيه المراكز على تم الاستعداد. عندنا فحص دوري ويومي مع المراكز بالنسبة للآليات ومع المراكز. سرعة استجابة البلاغات وتوجه الفرقة، عندنا ضغوطات برمضان خصوصا من قبل الفطور أن يكون عندك حرائق زايدة والحوادث زايدة. رجل الإطفاء دائما على أهبة الاستعداد لنداء الواجب، ومن غرفة العمليات للآليات تجد الجميع متأهبا بتجهيز الآليات ومتابعة روح العمل بكفاءة عالية من وحدات الإطفاء. طبيعة البلاغات، نتلقى البلاغات من المواطنين عن طريق 112، وأكثر البلاغات تكون طبعا قبل الفطور بساعة أو ساعتين بسبب الطبخ والحرارة الزايدة، وورا الفطور طبعا هم في بلاغات تي حوادث أو حرائق. الحوادث اللي تجينا عن طريق 112 تكون وقت النهار يكون الوضع هادئ، وقبل الإفطار تكون فيها حالات تصادم وحريق المطابخ. احنا نعاني بصراحه من بعض المواطنين او المقيمين لما يبلغون عن حادث يكون مو مركز على الاماكن القريبه منه، يعني اذا كان مثلا فرع جمعيه، مطعم، مسبقه، ايا كان، يعني هذا يساعد الفرقه على الوصول لاسرع وقت ممكن يعني. فنتمنى منهم ان شاء الله انهم يركزون على الاماكن القريبه من موقع الحادث على اساس نقدر نبلغ فيها الفرقه وتوصلهم بشكل اسرع يعني. إذن خارطة عمل احترافية لرجل الإطفاء تتصاعد وتيرتها مع الشهر الفضيل بتوليفة ميدانية عملية تبدأ من غرفة العمليات وتنتهي بسرعة الاستجابة للبلاغات. راد شمري لتلفزيون دولة الكويت.